أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: هل الضرب من المنهج النبوي في التربية؟ نعم، مروا أولادكم بالصلاة للسبع واضربوهم، واضربوهم عليها لعشر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. دل على أن العشرة وما دون يجوز ضربها للمؤدب، والذي يضرب هو الوالد أو المعلم أو السلطان، هم اللي يضربون. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.